مباراة صراحة كانت بالأمس جيدة جدا، ممتعة وشيقة من كلا الطرفين. صحيح إنه كان ليفربول كان الطرف اللي يعني الغالب في اللي يعني كانت له فرص جيدة جدا، لكن التألق كان صريح يعني الكرت والحارس اللي ممتع يعني. حتى استغربت يعني كيف تصدى ضربة ساديو ماني هذه لسه ودقت في القائم يعني. هذا رائع يعني، يستحق افضل حارس في العالم. امس كانت مباراة نهائية بين ريال مدريد وليفربول. امس كانت مباراة ممتعة بين الفريقين، وانا من مشجعي عناصر ريال مدريد، وامس خرجنا الباطنيين نشاهد المباراة. والله المباراة كانت بين الطرفين يعني ممتعة، بين ريال مدريد وليفربول، بس اصبح الفوز يعني لريال مدريد، وهذه هي الكرة يعني، فوز وخسارة بين الطرفين، ان كان ليفربول وان كان لريال مدريد. طبعا الصراحه كانت مباراه حلوه، طبعا كان من طرف واحد، طبعا ليفربول كان افضل يعني افضل من الريال طبعا، وقدموا الصراحه مستوى طيب، ضيعوا عليهم من فرص. انا الصراحه ما نشجع الفريقين، انا نشجع البارشا، لكن الافضليه كان ليفربول، والفوز كان كله جابوا لهم الحارس يعني كورتوا. ليفربول والله مباراه حلوه، طبعا متعه ما بين الريال وليفربول، وكان الضغط كله في ريال مدريد، بس الريال بعدين حقق الفوز، جاب هدف. وليفربول طبعا ما يستغلوا الفرص، وكان كورتوا الصدق افضل حارس امس في المباراه. شفت المباراه جميله بين ليفربول وريال مدريد في ابطال اوروبا. طبعا اللي مستحق المباراه ليفر، كونه هو اللي مسيطر على أجواء الملعب كاملة، لكن أجواء المباريات أحيانا تكون انعكاسات، الفرص تكون للخصم الثاني. طبعا كورتو يكون هو نجم المباراة وحصل على أحسن حارس، وشجعنا نحن ليفر محمد صلاح كون أنه اللاعب المسلم. طبعا والله مباراة حلوة بين ريال مدريد وليفربول، وخرينا احنا شفناها في الباطنية ديها مع عيال حاف، وكان بين تحديات هناك انا مع ليفربول بس خلاص. طبعا مباراة كانت جميلة لنهاية ابطال اوروبا بين ريال مدريد وليفربول، استمتعنا بالمباراة واجواء جميلة كانت في احد المقاهي في حارتنا مع الاخوة والاصحاب والاصدقاء.